الدورة الثالثة دورة مهمة بطبيعة الحال، نجاحها راجع لنجاح نجاحات الدورات السابقة. هذه الدورة دورة كتجمع الإجماع ديال المثقفين اللي عندنا في المغرب الكبير واللي عندنا في المنطقة الشرقية واللي عندنا في وجدة بالخصوص، وبالتالي الكل غادي يشارك من خلال عروض، من خلال تقديم كتب، من خلال نقاش حول موضوع المعرض اللي هو الإيصال من جيل إلى جيل، واللي هو تفكير حول المستقبل. الإيصال هو التفكير حول المستقبل، كيفاش كنتصوروا المستقبل بناء على ما ورثناه من قيم، من كل شيء. فلذلك هو موضوع الساعة. كذلك غادي يكون من خلال الأنشطة الموازية اللي غادي ترافق جميع الأنشطة ديال هذا المعرض، غادي تكون مجموعة ديال الأنشطة اللي غادي تنتشر في المدينة، لأن بغينا هذه إرادة بطبيعة الحال، واقتراح كذلك بكل احترام للجميع الجمهور ديال جهة الشرق. غادي يكون معرض غادي تكون عنده امتداد ترابي على مستوى، اولا على مستوى المدينة، جميع الفضاءات التاريخية ديال المدينة، من اجل تقديم لوحات فنية، ولكن كذلك امسيات شعرية، وكذلك مشاركة الطفل والشباب في جميع التعابير ديال الشباب وديال الأطفال. وكنعتبروا بأنه هذا غادي يطبع، غادي يعطي طابع خاص للمعرض بالنسبة للمستقبل، غادي يكون عنده طابع خاص. المعرض المغاربي للكتاب غادي يعطي أهمية قصوى كبيرة أساسية مركزية للشباب والطفل، الطفل والقراءة، لأن هذا هو الأساس ديال الإيصال من جيل إلى جيل، هو هذا. كذلك الفضاءات غادي تشمل كل الفضاءات، ما غادي تستثنى حتى شي فضاء من الفضاءات. مثلا النزلاء ديال السجن المحلي طلبوا منا باش حتى هما يستافدوا من المعرض، وبالتالي غادي نظموا في السجن المحلي ديال وجدة لقاءات ديال القراءة وديال الكتابة وديال النقاش وديال الحوار حول موضوع المعرض. هذا هو تبقى ضيف شرف هو الكاميرون دولة ديال الثقافة، عندها ثقافة على مستوى الفرنكوفونية والإنجليزية. غادي يكون وفد مهم جدا اللي غادي يشاركنا في هذه الدورة، وغادي تكون غادي يكون تكريم ديال مجموعة من المثقفين اللي أغلبيتهم ودعونا، واللي غادي يكون كاينة فاطمة المرديسي، كاين شارل أندري جوليان، كاين فرانس فانون، كاين مونجي بيتي ديال الكاميرون، واللي غادي نكرموهم الى جانب الشاعر الكبير الوجدي اللي غادي يتم التكريم ديالو من طرف المعرض. كذلك كنظن بانه على كل حال فكرنا في كل شيء اللي استطعنا ان نفكروا فيه، والكمال لله. وكنتمنى باش تكون هذه الدورة ناجحة، تكون عندها شعبية من طرف الجمهور المثقف وغير المثقف الوجدي، لأنه الكتاب كتاب ديال الجميع، واللي أكيد هو من بعد المعرض
غادي تكون مجموعه من المبادرات اللي غادي تشمل الجهه ككل، من دريوش الى فيكيك، باش نوصلوا هذيك الرساله ديال الايصال، نوصلوا ديك الرساله ديال الكتاب وديال الثقافه وديال دور الثقافه في التنميه، دور الثقافه في بناء القيم، دور الثقافه في الحفاظ على التراث وفي الحفاظ على الهويه ديالنا، غادي نوصلوها لجميع الجهات ديال جهه الشرق.